تركت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا الذهب والضاء الله اكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله اكبر يا وطن اسمك طراس بالذهب والضاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى الا العالي بهلا نقول الله لا لا ولا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بهلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب روح يا ريحة سلم أحباب القلب حسب ما فهمت عنه إنه هو زلمة متعلم ومرزوق والناس كلها ياتها بالحارة بتحبه لك ما اختلفنا عمي هذا الزلمة مستحيل يعمل العمايل اللي عم يصير معي طيب مراد آغا أعوذ بالله ليش أعوذ بالله عمي؟ ليش؟ أعوذ بالله يا رجل مراد آغا لا يمكن يفكر يعمل هيك عمايل فيه ولا يفكر بمنصب الزعامة يا عمي ليش لا طالما عنده كل المؤهلات عمي معك حق بس هذا الزلمي حديث العهد وما صار له كم شهر راجع من بيروت ومنصب الزعامة بهالصلاحيات كمان شغلة جديدة أنا معك لك عمي بس رجعته لا كانت بغرض الزعامة ولا شي تاني ولو هو من حقه يفكر بهيك منصب معك حق لك عمي أنا عرضت عليه الزعامة إذا كانت بنفسه مو بس رفض قال لي ما عندي هيك طموحات نفس الوقت أملاكه هون وبيروت بدأ 20 زلمة يقوموا فيها عنده أملاك ببيروت كمان؟ طبعاً معامل ومصانع ومالكانات الزلمة الله عطيه لذلك ما نفاضي لهالعي والمشاكل لك عمي هذا غير أملاكه ومصانع ومالكاناته هون بالشام هلأ مراد آغا عنده كل هالثروات؟ إيش أموال طايلة يا زلمة ما بتاكل النيران أراضي ومالكانات على مد النظر بعدين شايف سوق الحمدية والبزورية وسوق الطويل نص المحلات له ورثانه عن أبوه ما شاء الله ما شاء الله الله يرزقه وهي الخمس ذهبيات يا بنتي الله يقدرني يا عمي رجع لك ياهن بأقرب وقت
يلي أهم من الذهبيات يا بنتي بترجعوا بعد ما يصفى الزمان وتبقوا تجوا كل تنين وخميس وتزوروا قبر ست الوالدة. آخ يا عمي لو تجي علي ما بفارق بلادنا على موتي، بس شو جابلك على المر؟ قال له الأمر. الله كريم يا بنتي، الله كريم، ما بيبقى على هو إلا هو. ونعم بالله يا عمي، صعبان علي فراقك. يا بنتي كله مكتوب، مولدنا، بقائنا، معيشتنا، سفرنا، رحيلنا، كله مكتوب عند الملك المقتدر. ونعم بالله. دعي لنا. الله يكون معكم يا بنتي. بدك شي مني عمي؟ بلغي سلامي لأبو العز. يصل. الله يسلمك. إيدك. استغفر الله. واصل. بخاطرك. يا شاري الدنيا. ماله بيها القصاص، لا من بعيد ولا من قريب. حتى مراد أغا لا يمكن يعمل فيه العمايل لو شوفه بعيوني شيء. طيب مين لك تضرب المناصب والزعامات على حساب راحتي وشغلة بالي وبال عيالي؟ نعم وصلت لوقت أحكي مع حالي من تحت رأس الزعامة والبطيخ المسمير. شو المصيبة هاي؟ ورحمة أولي أو صالحين الشام لا أعمل في عمايل يحكي عنها الزمان لكل مين كان السبب بشلشتي وحيرتي وعذابي. بقى شو قلتي فادي خانو؟ يعني والله أنا متمني أختمك بعيوني يا لمعات خانو.
بس خايفي جوزي يتنح وما يوافق. يحفظ يا خانم. ليش نحن شو عم نعمل؟ يعني لا عم ننصب ولا عم نسرق، يعني القصة بسيطة يا بنت الحلال. كل الموضوع يأجل تثبيت الملكية شهرين ثلاثة. أنا معك يا على معاد خانم، بس بيني وبينك يعني جوزي ماسك لي حنبلية شوي. يو أي مسكة حنبلية بحالات الرشوة السرقة؟ بس نحن شغلتنا كتير بسيطة وما بدك لها التعقيد. طيب أنا رح أخذ رأيه ورد لك خبر. إيه شو عليه؟ بس نحن موضوعنا كتير مستعجل ولازم تردي لي خبر بأسرع وقت. بكرة من كل بيت برد لك خبر. وهدول أتعابك وأتعاب جوزك. بس مو ليوافق جوزي بالأول؟ يا ستي إذا ما وافق وضلوا متنح ترجعي لي. وبحال وافق جوزك إليك عندي قدو. قدون؟ إيه نعم، ويمكن فوقن حبة مسك لأنه ما بيضيعوا فيك. كل هالذهبيات وبده يضيعهم من إيدي؟ لا والله، بده يوافق، بده يوافق. إبلاغ جميل إن شاء الله. الله يحميك يا مريم، دايما ان شاء الله. لا يا ام صابر والله ما تقولي كملي مشان ما اشوفك اخي ام طالب. لا ولو حاعمل لك شاي يا بنتي. ايه يا ايه يا ام طالب، وانتوا يا بنات اياكم حرف واحد من اللي بدي احكيه يطلع لبرا. طبعا ام صابر من اهل البيت، اهلا وسهلا فيها. يو انتوا اهلي وناسي وجنابك سيد راسي اخي ابو طالب، وانت سيد الكبير والصغير بهالحاره. اطمن اخي اطمن ان شاء الله. اطمن تقبرني، لا يمكن كلامك تطلع برات البيت. هلا على قولة صهر حسان. بترجاك يا ابي لا تجيب سيرته قدامي. خلص خليكن على راحتكم، انا فايته على اوضتي. لا تقبريني، وين رايحه؟ كملي اكلك مريم، كملي اكلك، اللي بدك اياه بيصير يا بنتي. كلي تقبريني كلي. ايه انا اجيت كرفتي لما عرفت هالأمر رح يكون قاعد معنا على السفرة. ما تتضايقي تقبريني، احنا ما صدقنا انت قعدنا ناكل سوا. شو صار معك يا بنتي؟ شو صار معك؟ يا بي الذهبيات صاروا معي. عن جد عم تحكي؟ اي والله. يكتر خيره ويحمي بجاه الرحمن. امين يا رب العالمين، وبيسلم عليك كثير السلام. وعلى رسول الله السلام. الحمد لله الحمد لله. اسمعي مني يا بنتي. ايه امرني. اسمعي، بتضبي اغراضنا بسرعه. بعدين معك يا خالتي، بعدين معك. لا ليلك ليل ولا نهارك نهار، ولا اكلك اكل ولا شربك شرب. اللي شو صاير معك؟ تاركني هيك بين الهبات والدبات، وزلون عم تاخذني وزلون عم تجيبني. محسن اجى لهون؟ هلا تركني من محسن وابو محسن. اللي شو اللي تغيرك؟ شو اللي قلبك؟ بس يجي محسن خليه يلحقني على بساتين المزه. لك يا ولد، لك وين رايح وتاركني هيك؟ لك انا خالتك بما امك. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. انا ماني خالتك وما عاد لي احد عندك. صبوحي نعيم الله يرضى عليكم، حضروا لي العرباية، بدي ضب اغراضي وروح على بيتي. انا ما عاد لي قاعده مع القليل الاصل. وحدي الله خالتي محسان، وحدي الله. يطعمك حجه خالتي، طولي بالك. لك يا ابني على شو بدي طول بالي؟ على شو بدي طول بالي؟ من وقت ما تركنا الحاره طلع على لساني شعر وانا اقول له يا ابني تجوز ودق المي ويا مي. لك انا عم بتحمله والله بغلات ابني، هو والله بس عم بتحمله كرمال عيون امه. لك لا عاد حكى ولا عاد شكى ولا عاد قاعد بيناتنا، عامل مثل هذا المثل. وينك يا فطيم بسوق الغزل؟ لك والله ما بعرف هلا وين راح. شفتوه بعيوكم مثل الحيط، مثل ما اجى راح، وما بعرف امتى بده يرجع. راح يترك قلبي على نار. هي اذا رجع يا خالتي ام حسان، ما بخبي عليكي، ابو العباس شكله واقع بورطه. ورطه؟ ورطه شو؟ ما
الله أعلم. والظاهر يا خالتي محسان الورطة كتير كبيرة ومطالعته عن طوره والدنيا كلها موسعانته. بيقول يتنفس، يقول شو صاير معه، كلياتنا منوقف جنبه ومنساعده. تركي هالسيرة علينا خالتي. ايه خالتي محسان تركيها علينا ونحنا رح نعرف لك القصة كلها إن شاء الله. والله أنا مستعدة ابدي بعيوني وروعي وكياني. استهدي بالرحمن خالتي، طولي بالك، كل مشكلة وإلى حلال. ومن جاية محسن خالتي رح نشرح له القصة كلها وهو بيلاقي دوبارة معه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا أحسن كلام خالتي. لك حتى بطل يدور على طلال اللي وعد الناس فيه. الورطة اللي واقع فيها خلته ما يعرف شو يتصرف. ولازم نطول بالنا عليه خالتي. صبوحي نط اعمل كاسة شاي تروق بدن خالتك محسن. نط. لا ما بدي، ما بدي، الله يرضى عليكم، ما بدي اشرب شيء نز بدني منه. وحدي الله خالتي محسن، وحدي الله. والله يا خالتي محسن هالمال كافي بوحدي اذا كنت زعلان. روقي يلا صبوحي اعمل كاسة شاي. الله عمرك. لهيا أم صابر، قلنا لك أنت وحدة منا فينا الله يرضى عليك، وأنا هذا الحديث بالذات بدي إياكي أنت تسمعيه. تفضل أخي تفضل. بس برد بأكد مرة تانية، هذا الكلام بده يضل سر بيناتكم. خلص تقبرني سري. بير ماله قرار. صهركم حسان عم بيقول اللي عامل فينا هالعمايل بهالحارة واحد من أربع زلم، ما في خامس. يو ومين هدول؟ من عنا من الحارة يا بي. إيه يا بي من الحارة، بس أنا بيني وبينكم هالكلام ما خرط مشت دماغي بنوب. يرحم والديك يا أبو طالب، والله نطفت لي روحي. حكي لنا. عشان هيك أنا جاي أخذ رأيكم. إيوة. عم بيقول حسان يا المختار أبو عدنان، يا الشيخ بلال، يا أبو شوكة الخياط، يا مراد آغا. معقول؟ إيه والله ما عم صدق. إيه والله ولا أنا. إيه بس المختار أبو عدنان من يوم يومه مساندك على الحلوة والمرة. والخياط أبو شوكات كل عمرنا معاشرينه ما شفنا منه فصل ناقص. ومراد آغا متبع هالشغلات هي، وفوق كل هاد هو وحرمته بكل مصيبة بيضلوا واقفين معنا وما بيتركونا. مزبوط يا أبي. ولما عاد خانهم عنده طالب بالدنيا كلها. والشهادة لله، المرأة كابر وبتنشرب مع المي العكرة. لا لا يا أبو طالب، لا يمكن الجماعة يفكروا بأذيتنا. روق يا أخي أبو طالب، ولا تستعجل بحكمك لتقوم تخسر اللي ساندوك اللي بيحبوك. لكان تقبرني إن بعض الظن اسم. إيه والله ما عم تفوت بعقلي يا بي. ولا أنا. لذلك يا أم طالب إجيت لأخذ رأيكم، لأنه ما بدي أظلم حدا. من البداية قلت لكم هذا الكلام بده يضل سري وما يطلع ولا حرف منه لبرا. أنا لما خبرني صهركم ما دخلت لعقلي الشغلة، بس من هلأ ورايح بدكم تفتحوا عيونكم مليح. بدي دعيقولي على كل حركة، على كل همسة للناس اللي بتفوت وتطلع لعنا. ماشي؟ ماشي ابن عمي، خلص. يلا طابق. الله مع السلامة. يلا. شو بدي اقول لك ابو طالب؟ ايه؟ في الست نعيمة طلبت منا نعمل بسملة تقبر قلبي. بدنا مسبحة ألفية وعطورات وبخور وزعفران وملح صخري. ماشي وغيره. يخلي لي اياك يا رب وما يحرمني منك، وربي يعوضك عن كل قرش بعشرة. ام طالب انت بتموني على القلب والروح. ولاد هالضلال نسونا الكلام الحلو لعيالنا ولخلانا. إن شاء الله بتقبر قلبي. الله كريم تقبرني. الله كريم. هاي للمرة الألفة هذا الكلام ما لازم يطلع لبرا، لأنه صهرك حسان عم يشتغل على الموضوع الهسي مشان نعرف الحقيقة. أي هفوة أي حركة بتلخبط كل شيء. خلص تقبرني، لا توصي حريص. وبترد بتأكدي على مصادر. هي الحرمة أمينة، بس أنا كمان رح أرجع نبه عليها. ماشي ماشي يلا. الله معك الله معك. خد البنات التفاح حبيبي، خد البنات. أسفل قلبه أبيض، أسفل قلبه أبيض. أسفل قلبه أبيض. ليالي يا بنات هنا، ليالي يا بنات هنا. يلا بخاطركم. Thank you.
سيدي ابو طالب يا ليل اهلا وسهلا يا ليل اهلا وسهلا الله يخليك يا رب شرف ديارك ومطرحك طمنونا عنكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا كيفك يا مرعي شلونكم الف الحمد لله شو الاخبار والله بألف خير انت شلونك عمي ابو طالب الحمد لله الحمد لله عمي الفلاحين الجدد اللي جبتهم بلشوا ايه صار لهم 3 ايام عم يشتغلوا اها كيف لقيتهم طلعوا بضايات والله سيدي اليوم اختك ام مرعي رح تغديك غدا رح تاكل اصابيعك وراها ايوه ان شاء الله ان شاء الله كنت مرقة من جنب بيتكم قلت لحالي بفوت بشوف مريم واطمن عليها شوي يا ميت اهلين وسهلين شرفينا لمعاد خانو ان شاء الله الهي ما بدو اياها لو على محب الله يسلمك طمنيني ام طالب كيف صارت والله يوم بتتحسن ويوم بتنتكس على هالديدان وشو راي الحكيم بالموضوع والله يا تقبريني بيجي بيعطيها الدواء وبيروح ايوه هي ما عم تتحسن على الدواء يوم بتتحسن ويوم بترجع لورا وعلى هالديدان ام طالب الله يخليكي خليني اشوفها لا تقبريني بلاها هلا اخذت دواء بتكون اندرخت ونامت والبنات وينهم كمان ماني شايفته البنات راحوا يشقوا على خالتهم ام صابر تقبريني هلا بيرجعوا ايه ما قلتيلي كيف جوزك والولاد ان شاء الله بخير ولي على قلبي مراد اغا ما عم بينام لا ليل ولا نهار طول الوقت عم بيفكر مين ممكن يكون ورا هالمصايب اللي عم تجيكم عجبك لمعاد خانو عجبك على هالمصايب اللي عم تنزل فوق راسنا الله لا يوفقن اولاد الحرام ليكني بهالكم قرصة على خدودي طلعت بنت 18 سنة يو لكان ليش كنت طامرة حالي بالحياة وأنا بعزه لشبابي كتر خيرك يا لمعات خانو انك صحيتيني على حالي ولا هالروب من 15 سنة ما لبسته شحه اكل من جسمي شقفة قولي على قامتي لزقت طنجرة الهيلاطية يا سواد وشي منك يا محمد رجاك تفهمني يا عمار ما عاد اقدر اتحمل اكثر من هيك افكار عم تاخذني وافكار عم تجيبني طيب كمان الزلمه ما بيروح وبيجي على كيفنا يا محمد اخي لا يروح على كيفنا ولا يجي على كيفنا بس انا كمان ماني مضطر استنى اكثر من هيك وحد الله يا رجل لا اله الا الله محمد رسول الله محمد صحيح نسيت اقول لك سالت عنك الف انا بشو وانت بشو ليك لا تورجي امي على بعضك كان شانك مو حلو انت فين يا محمد ليكني مالك يا محمد ما في شيء ازاي وانت مش فاضل غير تاخذني قلمين انا اسف بس باليومين تعبان شوي وايش السبب؟ خلص بعدين شوفك بكرة بالنادي نادي ايه؟ انت زعلان مني؟ استنى يا محمد خلص محمد يا محمد ما حلوة محمد بعت لي حمى على هالعملة وهي احترقت الهيلاطية يا سواد وشي منك يا عم أحمد أنا لمعاد خانو يا ميد أهلين وسهلين تفضلي تفضلي يا ميد أهلين وسهلين يا ميد أهلين وسهلين تفضلي خانو تفضلي أهلين فيكي بس ما أكون إجيتك بوقت غير مناسب لا ولو أنت بتشرفي قيمك ما بدك البيت بيتك الله يسلمك يا رب شو يا أم صابر كأنك حليانة اليوم عن جد هلا انتي حلوة من يوم يومك بس اليوم حاسستك هيك مزهزها وموردة زيادة ربي يجبر بخاطرك يا خانو كأنه في ريحة شويت ايه هدول الجيران يبعت لهم حمى على طول تطلع هيك روايح من عندهم يعني اذا بدكم الصراحة ما كان في داعي تتخبوا جوا وما تسلموا على المخلوقة خليتوني كذب عليها يا أمي أبي منبه علينا ما نشوف سيري عن اللي صار لمخلوق إخلاء يو وشو دخل هاي بهاي؟ يا أخي فايز لأنا بشي كلمة تزلقوا؟
وانتو المتعلمات الفهمانات المعدلات. مش الحال لا يا عمو، مش الحال. ايه يا عمو راحت مخنوقة ومش الحال. ايه بس خليتوني كذب، وانا بحياتي ما كذبت على حدا. كذبة بيضة يا عمو، هي كذبة بيضة. يب ايش في كذبة بيضة وكذبة سوداء؟ الكذب كذب يا عمو. لحقوا مريم. يوه قولي هلا شو بها مريم؟ كثير الأمور نفسي على الحلاوه. سلامتك وعلي يا قلبي، سلامك روحك. طولي بالك يا عمي، طولي بالك. تقبريني عدي عدي تقبريني عدي بس ايديك ان شاء الله. روحوا نادوا لي ست نعيمه على راسك، على راسك تقبريني. عينكم على اختكم ما تفهم. لا البسوا جيبي ست نعيمه يا عمي، اطلع معي. قولي يا عمي، قولي يا عمي. شو يا حرام هالام طالب، اليوم حسيتها زعلانه زياده زياده عن اللزوم. آخ ليش قليل اللي عم بيصير فيهم يا خانو؟ لا والله ما أنا قليلة. أم صابر معقولة ما صار معهم شي بخصوص مريم؟ لا لا قولي على قلبي، على حالة المسكينة. وما فكروا ياخدوها على شي مشفى أو على حكيم تاني؟ يعني معقولة يتركوها هيك؟ ما بعرف يا خانو، ما بعرف. طيب والمشاكل اللي عم بتصير بالحارة؟ يعني أنا ما بيحكوا قدامي بهيك شغلات. طيب قبل ما أنسى، تفضلي لمعاد خانو. فكرتي بموضوع جوازتك ولا لسه؟ يا خانو لو بتتركي لي إياها هيك يومين تانيات لحتى دوزنا بعقلي. لا يا أم صابر، بدك تقرري بسرعة لأنه ما ضل معنا وقت كتير. امهليني كم يوم وأنا براسي بروح برد لك خبر. ايه بس بدك تعجلي يا أم صابر، لأنه بينفقوا العرسان الكويسين وما بيبقى لك غير الختايرية واللي على العكازة. ليش العرسان؟ تنقاية؟ لك ايه بس إليك طبعا، لأنه إذا وافقتي وقررتي وقلتي ايه رح خلي مراد آغا ينقي لك أحلى شاب ويكون من طرفه. ايوه لكان إيه، أنا بدي أخدمك من جوات قلبي. معقولة قاعدة بهالبيت وما في قدامك حدا تتسلي فيه؟ إيه بدي جيب لك عريسة تبلي قلبك من جوا فيه. عن إذنك أخي مطالب. شرف عمي شرف. خفي إيدك من مرهي. إيه لازم روح مطالب بدو ما يتغدى عنا، الله يرضى عليك. من عيني من عيني، ما تقول لنا خلصوا. يلا يا بيت اهلي وسهلين، يا بيت اهلي وسهلين. الله يخليك. تعرف يا اخي بشي دراسي عم فكر شوي. طب اسمع لهلا، انت شو بتقول بالكلام اللي حكيت لك اياه؟ والله يا اخي ابو طالب ما بيعلم بالامر غير رب الامر. لا اله الا الله يا ابو مرعي. اسمع، اذا البني ادم فكر شوي ممكن يوصل للشيء اللي عم يصير حواليه. انا حابب وقفتك معي يا ابو مرعي، انت زلمه فهمان وحدق وفطين. الله يخلي لي اياك يا ابو طالب. اخي ما بيخفاك، بني ادم ما بتعرفه الا من عشرتك معه ومعاملتك له. انا مراد اغا ما بعرفه، يعني لا تواخذني، شلون بدي اعطيك رايي ببني ادم ما بعرفه؟ صحيح معك حق من الناحيه يا ابو مرعي. اخي ابو طالب، انت من يوم يومك ابو الفطنه والحداقه، والناس اللي حكيت لي عنهم انت بتعايش معهم، فباذن الله قلبك رح يكون دليلك للي بيضمر لك الخير واللي بيضمر لك الشر. محتار والله يا ابو مرعي، لذلك جيت لعندك اخذ رايك لانه بثق فيك كثير. هلا اذا استبعدنا المختار ابو عدنان يلي عم تقول عنه انه اشرتك معه طويله وبتعرفه منيح، وكمان الشيخ بلال قلت لي انه ما في عنده طمع بالمناصب بنوب، ايه مين بيبقى عنا؟ ابو شوكات ومراد اغا يلي قلت لي انه اجى من فتره من بيروت. مزبوط مزبوط، كمل. انا بقول انه تركز جنابك على مراد اغا والخياط ابو شوكات. ايه هيك بصير التركيز على هدفك اقرب وله مغزى. مثل ما عم فكر انا، يعني خصمي ممكن يكون واحد من اثنين، وهيك عم تقول؟ وجايز ما يكون ولا واحد منهم. لا ابو مرعي هيك حيرتنا. اي والله القصه كلها على بعضها بتحير. لا اله الا الله محمد رسول الله. والعمل يا ابو مرعي؟ العمل انه يضل تركيزك على الشخصين اللي حكينا عنه. ها قلتك؟ اي نعم. وكمان ما بيمنع انه تضل شكوكك على ابو عدنان والشيخ بلال. لا حيرتنا والله حيرتنا. وليس مثلك العكس يا ابو طالب. لا معك. شو صار بالشوي يا مرعي؟ طرفت عين سيدي يا ابو طالب.
ليكون حرقتيهم. لا لا رجعنا ابو طالب. شرفي شرفي ست نعيمة يا ميت اهلين وسهلين. شرفي شرفي يا ميت اهلين وسهلين. اهلين ست نعيمة. اهلا وسهلا. الله يخلي لي اياك. كيف اختك مريم؟ على حالها يا عمو. تقولي رح تختني؟ قولي على امتي عليك. طولي بالك ام طالب طولي بالك. تفضلي تفضلي تقبريني تفضلي يا رب. تفضلي يا بنتي الله يرضى عليكي. روحي جيبي لي طاسة ملح وشافة خبزة وسكينة بسرعة. اركدي يا أمي اركدي بسرعة. خطر لي خاطر يا أبو مرعي. قول أبو طالب. بدي إياك تعمل لي زيارة على الحارة وتروح لعند أبو شوكات بحجة إنه عندك شي تفصيلة جديدة. خذ وعطي معه وشوف لي وضعه. صار. شو رأيك كمان تعمل زيارة لما كانت مرات أغا بحجة شروة بقر معزة غنم اللذي منه. كمان صار. ولا تنسى إنه مراد أغا أملاكه كتير الملك لله. حابب تعمل له زيارة على الملكاني تبعه اللي بكيوان. خذ وعطي مع الفلاحين دخيل هناك بركي نوصل لشي خافي علينا. حسن أبو طالب حسن. بس ما بدي اياهم يعرفوا شو سبب زيارتك يا أبو مرعي. على رأسي لا تاكل هم بنوب. حط إيديك وإجريك مي باردي. الله يعزك يا أبو مرعي. أبو مرعي إيه؟ تعال عني شوي. عند إذنك أبو طالب سوى الأكل. والله شبعنا من الدخلة. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. بسيد رأس يا أبو طالب. حطوا عمي حطوا. حطوا. يلا شمل عن إيديك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي يا معافي. يا رب يا كريم أنت الشافي والمعافي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هاتي يا أمي أعطيني تبريني. هاتي يا أمي هاتي تبريني. هاتي يا أمي خلينا ياك يا رب. الله يرضى عليك. خلينا ياك يا رب. يا رب وافي تبريني. سكي هاي سكي هاي يا عيني. خدي هاي هاتي السكين. الله يقويك يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله حولك حولك بسم الله حولك حولك يا شافي يا معافي يا كريم أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي يا معافي يا شافي. يا رب يا رب من عندك الشفاء لبنت يا رب. يا رب تشفيها يا رب. تبعد عنا تبعد عنا كل شيء مكتوب لها يا رب يا رب يا رب. دخيل اسمك يا شافي يا معافي انت يا حل يا رب يا كريم يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله. اعطيني شوية من هات تقبريني. هاتي هاتي تقبريني. هاتي كمان شوية. اي الله يرضى عليك يا رب. خلينا ياكي يا رب يا رب. الله يقويك يا رب. يا شافي يا معافي يا رب يا شافي يا معافي يا رب. يا ولادي عليك يا بنيتي الله يعافيك مشان حبيب محمد. يا رب تعافيها يا رب يا رب. تبعد عنا اولاد الحرام يا رب يا رب. دخيلك شو يا ابني قلبي لك شبهك. يا حسنين محمد ضايج كتير مشان هيك خلينا نسرع بالتمثيليه لانه خايف عليه يروح على الشام بدون ما يخبرني. وانا جاهز قول لي اعمل هي وانا جاهز. طيب انا عم اقول انه بركي بتجيب هذا الشاب اللي على اساس هو ابن خالتك خلينا نجمعه فيه بلكي بيهدى شوي. ماشي انا هتصرف. مو معقول هالمحمد قديش متعلق بامه. مو معقول ابدا. والله خايف عليه يبقى ضايج ويروح عليه التخرج. شو هالحكي لك بنتي شو هالحكي؟ اي نعم يا عمي ابو عدنان طلع من بعد الظهر من البيت ولهلا ما رجع. ايوه يعني لما راح ما قال امتى بده يرجع. فكرنا راح الديوان. أنو ديوان يا بنتي أنو ديوان؟ إيه ما داس أرض الديوان. لا على كل حالك بنتي بس يرجع بالسلام إن شاء الله. خبري إنه الشيخ بلال والمختار أبو عدنان إجوا سألوا عنه. حاضر عمي حاضر. السلام عليكم. يلا مع السلامة. الله معك. يا
يسلم لي هالوش انا. شو وينك يا اغا؟ لبرد الاكل وانا عم بستنزرع. يعني ضروري تعكري مزاجي من دخلتي على البيت؟ ليش خير؟ شو في؟ اخيرا قدرت اقنع العضلات اني اتحمل لوحدي الجوازات والملابس على نفقتي الخاصه. ايوه. وقدرت كمان بعد ابو طالب عن الموضوع بشكل نهائي. خطر لي خاطر يا اغا، وهالخاطر بخلينا نعرف كل صغيره وكل كبيره، كل شارده وكل ورده ببيت البهاي. كيف؟ هاتي لشوف. اول شيء بدي اياك تامن لي حرمه من برات الحاره وتكون موثوقه وعلى الموت. موجوده. وينها؟ من خدمنا تبع المالكانات. بس يا اغا لازم تكون حدقه وذكيه وفطينه. عم اقول لك موجوده يا لمعات، بس فهميني شو في براسك، لانه طاش حجري وما بدي هدم كل شيء بنيناه. انت امن لي الحرمه واترك الباقي علي. عم اقول لك موجوده، فهميني بس شو في. رح فهمك يا اغا، بس قبل ما ياخذنا الحديث وانسى. هو علينا، شو في كمان؟ بالنسبه للمالكاني صار فيك تفرغها لاسعد بيك وانت مرتاح. شو هالحكي؟ اشتريت حرمة موظف الديوان بوزارة العدلية. ايه؟ شو ايه؟ وغريتها بالذهبات اللي ما بتحلم فيهم كل زمان. المهم يا لمعات المهم. وبس يصل صك المالكاني على العدلية رح ينيم جوزها بالديوان 3-4 شهور. لك حبيبة قلبي، هلأ حل الكلام. وحياتك ما رح يصير بالطابو الرسمي إلا بعد ما تأذن جنابك. كمان حلو. وبس تستلم الزعامة نكب له مي باردة هو وحرمته. أيوة. وبعدها منرجع سك الملكية عن طريق جوزها للحرمة، بترجع المالكاني باسمنا، ولا من شاف ولا من دري. هلأ ارتحت. بيني وبينك ما بخبي عليكي، كنت مفكر اقتله لأسعد بيك وارتكب جريمة ولا اتخلى عن ملكان كيوان، بس شحك نفدتيني من كل هالبلاوي مثل الشعرة من العجين. بقي على جنابك انك تتحايل على اسعد وتقنعه انه يتم التسليم بعد 3-4 شهور. ولا يهمك ولا يهمك. وتحجج له باي حجة، بحجة ترتيب حسابات، بحجة المواسم، بحجة الحمة اللي تركب راسه. طمني بالك ولا يهمك. المهم ما يتهنى لا هو ولا حرمته ولو يوم واحد بمالكاني. تركي هالشي علي، انا بعرف كيف اخده وجيبه واقنعه. تفضلكم يا اخ. وين بتكون راحت؟ لك بأي بلاد؟ والله لجيبك لو كنت بسابع أرض، بسابع أرض رح جيبك. لك وحياة ما سأني إياها لما خليك تتهنى بيوم واحد يا واطي. بيني وبينك يا شيخ بلال. تفضل. الله يزيد فضلك. مراد آغا معه حق بموضوع قصة الجيزات من أولها لآخرها. قلتها؟ إلا كان شنو إذا بدنا ننتظر أخوك أبو طالب؟ بجوز ما تكمل لا بشهرين ولا بثلاثة. بصراحة أبو طالب ما له حق ما يبلغنا بغيابه. ما هيك عمي، ما هيك، مو معقول يتركنا طوال النهار لا شغله ولا عمله، وهو لا همه لا زعامة ولا غيره. على كل حال يا أبو عدنان بدنا نعذره. أي معلش، منشان هيك لازم نرتب مع مراد آغا ننتهي من هالموضوع. على بركة الله. لا إله إلا الله. يا الله. تفضل. أهلين تقبرني، وينك لهلا؟ كنت بالمالكاني. خير؟ أنت بالمالكاني والناس عم تدور عليك. خير. إجوا العضوات والمختار والشيخ بلال إجوا سألوا عنك. بسيطة بسيطة، هلا بشوفه. طمنيني مريم شو أخبارها؟ قولي على قامتي عليها، تعبانة تعبانة. فوت فوت لجوا منحكي. لا إله إلا الله. لا لا ولا لا يا بلالا شبيب رجالا كل فارس حارس على باب بالنور مطرس شالا الله أكبر.
توبر ردا لنها بالعدا ولا توبر ردا إلا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى نندهن نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.